ما يزيد عن 11 منزلا في مدينة القدس لوحدها تم هدمها عن طريق أصحابها، أي طريقة هدم ذاتي. هذا اليوم هناك كارثة حلت في عائلة شوامرة وعائلة أبو رميلة في منطقة بيت حنينة، تحديدا في حي الأشقرية. العائلتين قامتا بعد أن استنفذت كل الوسائل القانونية، اضطرت في نهاية المطاف إلى ألا تترك هذا البيت إلا وتهدمه لكي لا يستفيد منه المستوطنون، على وجه التحديد أر إي كينج، عراب الاستيطان وعراب شراء المنازل في مدينة القدس المحتلة. ما حصل اليوم أن قامت العائلتين بهدم المنازل عن طريق الجرافات الفلسطينية، طبعا قامت بعملية الهدم تفاديا لأن يقوم المستوطنون بأخذ هذه المنازل ومن ثم السكن فيها. نتحدث هنا مع جهاد الشوامرة وهو صاحب هذا المنزل الذي تم هدمه هذا اليوم. بدي أسأل، ليش هدمتوا بيتكم اليوم؟ يعني هل طرقتوا كل الأبواب وفي الآخر ما وصلتوا لأي نتيجة؟ احنا طرقنا الأبواب من سنة 2004 واحنا نطرق بالأبواب في المحاكم، وبالآخر وصلنا لطريق مسدود انه نهد البيوت احسن مع عراب الاستيطان يستولي على البيوت. وحاول قبل يومين يفوت تانا ويستولي على البيوت، فاحنا تصدينا له وطلعنا من هون، وبناء على ذلك احنا نهدم البيوت انظف واشرف واحسن ما هو يجي يقعد في جواتهم ويسكن في جواتهم. طيب يعني اكيد تم اغراءكم بمبالغ ماليه ما الى ذلك، او شو الحجه كمان الاسرائيليه اللي انتم دفعتكم لتهدموا البيوت؟ الحجة انهم بدعوا انه ملكية الارض لهم، وفي المحاكم دفعوا لنا مصاري مبالغ باهظة لترك المنازل كيفما هي حتى يستولوا على المنازل ويقعدوا في جواتها، واعطونا مدة سنتين نقعد في البيوت لاساس هم يستلموها بعد السنتين. فكان عندنا مبدأنا رفض لهذا الأمر، إن إحنا ما منسلم بيوت ولا منعطي ولا بدنا مصاريكو، أعطونا أمر اللي نهد البيوت ونخليها، أعطونا فترة زمنية. طيب وين حتروحوا الأيام هاي؟ يعني أنتم بتحكوا عن 15 فرد هون، 12 فرد من العائلة الثانية من عائلة أبو رميلة، وين راح تروحوا؟ إحنا موجودين هون بالخيام، موجودين بين الشجر، موجودين بالأرض صامدين، مناش مفر اللي نروح فيه. يعني عوين بدنا نروح؟ الأجرات غالية هون بمنطقة القدس، وما فيش ناس اللي يدعم ويعطي دور ويعطي أجرات، فبدنا نضطر غصب عنا اللي نضل موجودين هون وما نتحركش. جزيل الشكر لك جهاد شوامرة، شكرا جزيلا لك. يعني فعليا هذه ضريبة العيش، المعيشة في مدينة القدس المحتلة. نتحدث عن عمليات هدم، نتحدث عن آخر إحصائيات وصلت إلى 232 منزل في الضفة الغربية ومدينة القدس تم هدمها. غالبية المنازل هي بحجج أن هذه الأرض تعود ملكيتها اليهود، أو ربما يعني بناء دون ترخيص، فيما أيضا يعني مئات المستوطنين يقومون منازل في غالبية المستوطنات المحيطة في مدينة القدس الشرقية أو في الضفة الغربية دون أي حسيب ورقيب. الحياة هنا فعليا كما يصف الأهالي هي حياة صعبة للغاية. هناك يعني على الطرف الآخر شهدنا خيم نصبها الأهالي هنا حتى يستطيعوا ربما مواصلة حياتهم، إنجاز التعبير، ولكن حالة الحزن هي ما تخيم على الأوضاع في حي الأشقرية في منطقة بيت حنينة. نعم، مراسلنا ضياء حوشية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.